عظيم، بيعطينا إشارة واضحة على الإنسان أن يكون يفهم ماذا يريد الله عز وجل. الله عز وجل جعل لنا هذه الابتلاءات وهذه المحن حتى نتعظ وحتى نعتبر. ولسه الآن الأخبار بتقول إنه ممكن يصير في تسكيرات وإغلاقات جديدة، وهذا كله بعلم الله، وأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. لأنه سبحان الله العظيم، الله عز وجل ذكر لنا قصة سبأ، قوم سبأ حينما كفروا بأنعم الله، الله عز وجل أنعم عليهم نعم كثيرة جدا، فكفروا بأنعم الله، لم يشكروا نعمة الله عز وجل، لم يشكروا على الله عز وجل على هذه النعم، وأصروا على طغيانهم وعلى إشمال تبجحهم على الله عز وجل. شو صار بعد ذلك؟ قال الله عز وجل فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. سبحان الله العظيم. عشان هيك الآن ربنا بس يعطينا نعم، الآن الله أعطاك هدوء وأعطاك راحة، الآن فرصة لكم أيها العرسان الآن تفرح في عرسك زي ما بدك، تعمل القاعة اللي بدك إياها، تعمل الآن كل شيء، لكن يجب أن يكون باعتدال حتى لا نحرم مثل هذه النعم. لأنه والله إذا ما اعتبرنا عند ذلك سيكون هناك حرمان كبير جدا. عشان هيك الآن أنا بقول لإخواننا وأخواتنا الآن العرسان أو المقبلين على الزواج، يا إخواننا هذه الآن فرصة كبيرة جدا إلى أن نتعظ عما مضى. وشفت بعض الناس مشى عرسه الآن في الدور، بعض الناس مشى عرسه ما عمل ولا أي شيء، وبعض الناس الآن أخذ على السكيت وقال يا الله الآن. وكثير ناس كانت تختصر كثير أمور اختصرناها داخل وإحنا في ظل كورونا. أما الآن فما نرى إشي صار فاق عن الحد بشكل مش طبيعي. عشان هيك الآن ما بلوم أنا الآن بقول والله غلاء المهور، إنه والله المهر، لا المهرنا صار معروف، خمسة بتقدم خمسة بتأخر، لكن المشكلة ما بعد المبهور وما بين المهور هو اللي الآن قاعد بيعمل علينا تكاليف باهظة جدا. وأنا كمان ما بلوم البنات ولكن أيضا الشباب الآن كل واحد بده يخلي عرسه الآن أحسن عرس في الدنيا، بده يعمل اللي ما حدا عمله، بده يساوي الآن اللي ما حدا سواه. اليوم تفاجأت إنه لدرجة إنه مستعد روح يستأجر طخيخة عشان يجي على عرسه عشان يقول والله أطلقوا النار في عرسه، يبقى ملوش دخل ملوش جماعة. لا الآن ممكن تروح تدفع أنت المصاري لبعض الناس وبيجي بيطلق له كم من طلقة. طب شوف قديش هذا عمل أذى، وهذا إشي ما كان سابقا سبحان الله. اليوم صرنا نشوفه، اليوم صار الآن مستعد يستأجر أنواع سيارات فخرة جدا. هذه السيارة ممكن تكلفه الآن أكثر من حوالي 5000 شيكل خلال أيام قليلة. اليوم الآن تفاجأنا إنه في هناك الآن بعض الفنادق موجودة ممكن ليلة العرس هاي بيسموها بتكلف الليلة الأولى أكثر من حوالي تقريبا 1000 و2000 شيكل. سبحان الله. وعجبني موقف العريس مع عروس. سبحان الله، هذا الرجل أراد إنه يكرم زوجته بإنه يستأجر في هذه الفنادق ورح تكلفوا هذه الليالي أكثر من حوالي 3000 شيكل تقريبا. قالت له لا أنا ما بدي يكون هيك، شو ليش أنا أدفع كل هذه المبالغ على كل كم من يوم؟ أنا رح أكون سعيدة سواء كنت الآن في غرفة صغيرة، رح أكون سعيدة لو كنت أنا الآن في فيلا كبيرة. إحنا الآن إلا بيتنا موجود، وهذا الآن إشي لا ما بيصير لا في دين ولا في شرع، لأنه هذا أصبح هناك من واعد تبذير. والله عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. إذن هذا الكلام أصبح هناك أعباء كثيرة. اليوم صار الآن أصحاب لبعضهم بكل اسم علي، الآن عرسك عندي، حمامك عندي، صار حمام العريس اللي إحنا الآن كنا نفرح فيه ويصبح العرى حمام، يعني بيقعد في داره بارك الله فيه، ممكن يجيب كولا عصير كذا، لا اليوم بده يجيب له مغني، بده يجيب له الآن منصة، بده يجيب له حفلة، يعني ممكن تكلف الآن حمام العريس بوصل حوالي 6000 شيكل. طب ليه أنا أرهق الآن صاحبي بهذا الموضوع؟ طب أنت الآن بكرة صاحبك بده يتزوج، اليوم أنت الآن هو معاه، بكرة بس تزوج تتفاجأ عليك ديون، بيجي عرس صاحبك الآن ما رح تقدر تكون بالمهمة اللي كان فيها هو. إذن شو رح يعمل؟ رح يعمل إشكاليات بين أصحاب بين بعض البعض. والله يا إخواننا القضية الآن أصبحت مصيبة عظمى. إحنا قاعدين نرهق حالنا في أمور الله عز وجل رحمنا فيها،
احنا قاعدين بنحط على حالنا تكاليف واعباء احنا الان في غنى عنها. عشان هيك لابد لنا ان نستيقظ ونعي ماذا نعمل وماذا نفعل، لانه اذا احنا الان ما اعتبرنا في الماضي عند ذلك ستكون مصيبتنا عظيمه مما هو قادم. واسال الله عز لنا ولكم العافيه. ابو الارقم، انا من ملاحظ في الشارع الفلسطيني والكرمي، خلينا نيجي في نطاق طول كرم، انه هناك يعني من كل مشاهدين متابعين بيقدروا يتفاعلوا معنا ويسالوا اسئله مباشره على البث المباشر. يعني قضيه هي قضيه الغرق في الديون فقط من أجل أن يقول أنا عملت وعملت، جاري عمل هيك أنا عملت أكثر، صاحب عمل هيك أنا بدي أعمل أكثر، وبالتالي يقع في مصيبة أكبر الديون، يقع هو وزوجته، وبالتالي من الممكن أن تؤدي إلى طلاقات، وهذا ما حدث في الكثير. بالضبط، لأن الديون لأنهم ما بيدركوا شو معنى الإنسان الدين، لأن الله عز وجل يغفر للإنسان كل ذنوبه إلا حقوق العباد إلا الديون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عندما يموت أي إنسان هل عليه دين، فإذا كان عليه دين فإنه لا يصلي عليه. تخيلوا، لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صاحب الدين يبقى معلق بدينه حتى إيش ما قاله يسد عنه هذا الدين. إذا أنت الآن عليك دين بده ظل في رقبتك حتى لو كنت شهيد في سبيل الله، ماله لن تدخل الجنة حتى صاحب الدين يقول أنا سامحتك. إنشان هيك ضرورة جدا إخواني ما تحط حالك ولا تغرق حالك بديون، لأن الديون هم، ورب العالمين بيّن لنا والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الدين، سماه قهر الرجال، قال اللهم إني أعوذ بك إيش ماله من اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وذكر أيضا قال إيش وقهر الرجال. سبحان الله العظيم، لأنه هذا بقهر الرجال. أنا بعرف يعني بعض الناس الله ربنا يزيهم كل خير أصروا يعمل أحسن ما يكون لعرسه لبيته لكذا، وضع على حاله تكاليف باهظة، وطبعا للأسف زوجته كانت معاه في الموضوع، هيك كويس حلو بجنن كذا، شو أدى إنه صحي على حاله من العرس عليه، ولا إذا عليه ديون فوق الحوالي أكثر من 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ديون. شو عمل؟ الآن اضطر ينزل على إسرائيل، يقعد الآن الأسبوع وأسبوعين يغيب عن زوجته لأن صحيت على حاله. وين أنا عاقل؟ أنا فيش عروس لسات أسبوعين وزوجي بعيد عني وغريب وبعيد، بيقعد باليوم واليومين والثلاث والأسبوع بعيد عني. إذا صارت تحس قديش الحسرة والندم صار في قلبها، شو اللي ورطني؟ كان أنا بقدر أعيش بأبسط الأمور. عشان هيك بنقول للعرسان اعمل أبسط الأمور وعيش سعيد، المهم تصحى من نومك أول ليلة وما عليك دين. أبو الأرقام، يعني ما المشكلة لو يعني بدأ بشيء بسيط وبعدها كبر نفسه وكسار؟ هذا شو المشكلة بدل ما يكون غرقان؟ لكن هنا في أحد المواطنين بعت لنا بيقول أقل زواج بكلف 100,000 شيكل. كلام صحيح، هذا لسه أقل إشي. نعم والله أقول لك هذول 100,000 شيكل باستطاعته يختصر، والله باستطاعته يختصر أكثر من ثلثين بقدر يختصرهن. نعم وما بيكلف حاله هذه التكاليف الآن الباهظة. عشان هيك الآن معظم الناس يقول لك لا أنا بديش إشي، لكن بتفاجأ وإذا بيصير يحط على حاله أمور والله هو في غنى عنها كليا. طب والأرقام، الأهل أيضا عليهم دور كبير جدا، يعني تتسابق الأم والأب من أجل أن يكون ابنها في السوبر كما تفضلت، انه بده يبين حاله انه في القمه في هذا الزواج المبهر والسيارات الفارهه وغيرها. يعني اين الاهل من هذا التأمين من هذا الموضوع في التوعيه؟ والله المشكله اذا الاهل عاقلين واعيين ممكن الان ينصحوا، لكن تتفاجئ انت مرات اذا كان الاب ولا الام نفسها الان بدها تكون نعم. ابنها إشي مميز، لانها بعدها لان هي راح مشتري فستان مبلغ وقدره، بدها تبين بالحفله انها نعم. تكون اجمل من العروس، هون الآن المصيبة العظمى. إذا الآن هذا اللي فيه بقول المال كبير يشرك كبير. للأسف الشديد إذا ما إلك كبير ينصحك وذكرك إنه يا بسرش، وهذا كثير وهذا الكلام أشياء باهظة، بسرش اختصروا اضبطوا حالكم وفروا على حالكم اعمل بعض أي شيء الآن تقدر أنت. والله بعض الناس دخلنا عليهم عرسان ما عنده غرفة ضيوف، عنده كراسي بلاستيك محطوطة في غرفة الضيوف، بقول أنا بديش أشتري أحط على حالي دين، بقدر الآن أخرى سنة أقل من سنة شهرين ثلاثة بجيب طقم إيش ماله ضيوف. نعم شوف كيف هذا التفكير الصح، هذا بقدر أني أنا أحط على حالي. أما أنا ألزم لازم أحط الآن طقم ضيوف وطقم كنبيات وطقم صفرة وطقم الآن المورس وطقم صار أسماء مسميات إحنا حطناها على حالنا.
احنا حطناها على حالنا بنقدر نختصرها. والله انا بقدر الان داري ادهنها بشكل بسيط جدا وبقدر احط فيها ديكورات الان تكلفني مبالغ ايش ماله باهظة. بصحى على حالي واذا انا علي ديون لا يعلم بها الا الله عز وجل بقول لك انا بسد ويوم العرس بسد. الان حتى عم سوا مثلا في الحفلة بتلك مثلا اجرة القاعة هل كدة من كدة؟ طيب هذا الان معقولة ما بروح هو بطلب على الامور اكثر بدي كذا وبدي كذا ونوع الشراشف ونوع الكذا واذا بتفاجأ واذا بالاسعار بتزيد اضعاف مضاعفة. الان مش عاد الان نقول والله اللوم على صاحب القاعة لا لانك انت طلبت هذا الان الصفات 1 2 3 4 بيجي صاحب القاعة بيقول لك في قاعات الان عندنا مثلا ب2000 وفي قاعات ب3 وفي قاعات ب5 عرس ماشي. انا ظرف الان ما بسمح ان انا احط الان في اماكن الان باهظه. في ناس الله ما بفضل عليها ومعاهم اموال بقدر حره لكن مش انا احط حالي لازم اني اشابه الان كل الناس بهذا الموضوع. هذا الامر اللي ضروري جدا يكون هناك توجيه من الاهل ضروري جدا الاب الام كمان الزوجه تتعامل مع زوجها في هذا الموضوع تعال لانه معظمهم بيعمل هذه الاشياء عشان يرضي زوجته. وانا عندي قناعه وشفت كثير قضايا انه بعض الناس ما تم ضبطهم الا من خلال مين؟ من خلال خطيبته من خلال الان من اهل خطيبته المتفاهمين. تعال يا عمي الواحد انت تكون يقول لا يا عم احنا ما بدنا هيك بديش تعمل هيك انا هذا اشياء كثيره جدا وهذا كلام حرام بس يسمع من خطيبته هذا الكلام شو بيساوي؟ معظمهم برتجع ومعظمهم بقول مزبوط لانه هو بكون بسعى كل جهده انه يرضيها بفكر انه هذا إشي رح يكون اسعد ما يكون لمين لمثل هذا الانسان. لكن العاقل والعاقلة والاهل يكونوا عاقلين اللي تعالي يا عمي تعال نتفاهم في الموضوع هات نحط الان الطويلة على القصيرة شو ناقصك يا عمي نتعاون مع بعضنا البعض احنا مش مشكلة هذا وبالاخر ما هو النتائج على بنتهم كمان ولا على يعني بنتهم تؤدي الى طلاق نتيجة غرق الديون كمان يعني وطبعا وبعدين النتائج وين الان واحد عليه ديون بيجي بيقدر ينام مبسوط ومرتاح ومفكر بتلاقيه طبعاً. اول عرس يوم يومين ثلاث مبسوط ومكيف بعدين بيضله هم صدمة بفكر ليل ونهار مالك 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 حل عني كذا بصير الآن مشاكل وبتسرع بعصب وبده يطلع من الدار ومفرفط روحه وبصير بعضهم بتهرب من الواقع الموجود إنه بيظلوا طاشش بريت الدار حتى يظلوا يسهر طول الليل اللي يروح بس يحط راسه وينام عشان ينسى الواقع الموجود. لكن الآن نسيته أول يوم ثاني يوم تتفاجأ فيه نفس الواقع موجود وهكذا. عشان هيك إذا إحنا الآن ما دركنا أقول يا شباب يا شباب لنستيقظ على نفسنا الظروف والله ما حدا قاعد بتحملها. وشفت الآن مرات بتجينا ظروف غصب عنك أحداث غزة سكرت الدنيا كلها بلحظة لا أجي استشارك ولا استشارني ولا كلنا ولا كلف الآن ولا علان ولا لا ممكن الآن في لحظة كان مثلا توفى أبوه توفى أخوه توفى عمه يقول لك لا بنأجل العرس يا ابني انحلت تمشي الأمور السكت وتوكل على الله خلص خلي الأمور تتم على خير والفرحة لكم بالآن في النهاية بعدين أبو الأرقم يعني السؤال من خلال مشاهداتنا ومتابعتنا يعني كمان يعني لو أنت عملت ب200 و300 ألف حفلة وكنت سوبر ولو عملت بقاعة صغير متواضع ولو عملت على كرسي وطاولة أيام زمان وفرش السجادة أحلى إشي أحلى شيء هذا أبو الأرقم كمان كل الناس رح تحكي عليك النهاية السعادة لكم اثنين والله والله أقول لك السعادة فرحتك في أنت في أهلك نعم الآن أحلى حفلات بتصير والله اللي هي بتكون العائلية سبحان الله بتكع عماتك اخوانك خواتك الان جزاك الله القريبين الان هيك حفله صغيره يا الله يعني قبل مده كان في واحد الاقارب عمل ايش داخلي بس لا الان وقرايبه يعني اولاد عمه اولاد خاله كذا كذا والله كانت من اجمل من اجمل من اجمل ما يكون ليه لانه بدي يفرح لي بدي يفرح لي اخوي ابن عمي ابن خالي جاري حبيبي صاحبي صديق القريب مني. الان معظم الناس بيعمل قاعات قد البلد ليه عشان عرض ازياء عشان يقولوا كذا كذا والكل الحضور والله العظيم كل الحضور كله بعلق كمان بيكون قاعد على الطاولة نعم. وبتأمن وبعلق ذانها شوف عينها نعم. والله مسكارة مش حلوة طلعت تسريحتها والله ما هي كذا والله بدلتها مبين عليها لبسة ثانية نعم. وكذا بس للانتقاد نعم. طب ليه أنا أحط حالي في هذا الموضوع ليه بقدر أختصر بقدر أختصر الأمور على أبسط الأشياء بقدر أعيشها وأقعد وأنبسط وأفرح حتى يتم كرسي وبرتاح نعم. والله العظيم برتاح. لكن مشكلتنا إحنا الآن التقليد الأعمى النبي عليه الصلاة والسلام قال ليكن أحدكم إمعة
الام معه قال اذا احسن الناس احسنت واذا اساء الناس اسات. كنت اقول لك هي واقفه علي، ما كل الناس هيك. احنا مشكلتنا والله هذه القضيه اللي هي ايش ماله، انه كل الناس هيك، وهذه المصيبه العظمى، انه كل واحد يكون انا بدي اكون غير، انا بدي اكون بتواضع غير، بدي اعمل اشياء الان بسيطه غير. اذا يا ريت انه نفهم هذه القضايا. أبو الأرقام، يعني من الرسائل اللي كانت توصلنا، اللهم نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نعم. كمان أحد المواطنين شو بقول، بعرف واحد فرش ورد ب 23,000 شيكل تحت قدمين الزوجي لما تفوت الصالة. الله أكبر. يعني هذا الله أكبر، والله العظيم إنه هذا حرام، والله نعم. حرام، والله هذا تبذير، وهذا الآن مسؤول عنه أمام الله عز وجل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، عن مقال ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ربنا رح يسألك، صح أنت اكتسبته بحلال، لكن ربنا رح يسألك وين أنفقته. تخيل أنت الآن بتقول زي ما بقول أخونا 23,000 شيكل تحط أنت الآن عشان بكرة عزبالي خلال ساعة، والله هذا الكلام إنه حرام ولا يجوز في شرع الله عز وجل. وهذا التبذير الزائد عن اللزوم والله مسؤول عنه يوم القيامة. كل إنسان بزيد الإشي عن حده والله مسؤول عنه أمام الله عز وجل. نعم. عشان هيك الآن نتقي الله عز وجل ولا نقلد. أنت الآن كن متميز، كن متميز. سبحان الله اليوم يعني بنلاحظ بعض الناس، يعني من الأشياء اللطيفة اللي بتكون فعلاً المرأة بحال إنها تسعى للموضوع، قالت موضوع الآن الضيافة، لا بدنا الآن نوع شوكولاتة فاخر ولا بدنا عصائر ولا بدنا كذا. الآن عملت نوع من أنواع الأشياء اليدوية وغلفتها بطريقة رائعة جداً جداً وهي عملتها بإيدها. تخيل العروس تعمل الآن الضيافة بإيدها هي. يا الله ما أجمل الأمر كان. وشوف كدش وفرت مبالغ. انت بجوز في نظرك شو 100-200 شيكل، لكن 100 هون و200 هون و300 هون و400 هون، شوف كدش الان بيعمل ازمة كبيرة جدا. تراكمات. نعم. صح ولا لا؟ الان انت بتجيب مرات شوكولاتة وعصير ما بتكفيش للجميع، بيطلع الناس يقول لك والله ما اخذت، بعضهم باخذ واحدة وثنتين وثلاثة واربعة. نعم. وبجيب معها ابنها وابنها وابن ابن ابنها كمان عشان وبعدين يكسبه. ايوه للاسف الشديد بتقول لك والله ما اخذنا. عشان هيك تخيل بس الواحد يعمل. انا معني اني انا أقدر أني أساعد في الموضوع. الآن بعضهم قاعد الآن بيعملين الآن الديكور بتعمله هي بنفسها، بتجيب شغلات بسيطة وبتعمل ديكور من أجمل الديكورات ومالغ بسيطة جدا وبتعمل أحلى الحفلات، بتكون مبسوطة أصلا. وفي ناس نعم. قاعد الآن في داخل بيوتها بتعمل الآن بتزين بطريقة لطيفة جدا وبكون من أجمل إشمال القاعات الداخلية، أو حتى الآن لو استأجرت أي قاعة الآن بأمور بسيطة بيقدر الإنسان ماله إنه يمشي الحياة اللي هي حتى يتمم ربنا عليه عرسه على خير وسلامه. يعني أحد كمان في تعليقات كثير، يا شيخ اللي معوش يدخن دخان عربي هذا شو يعمل مثلا؟ واحد ضمن الناس كمان واحد بيقول الأغلب بيقول من الأغلب بيقول من الأهالي إنه ادفع وجيب بالأول لأنه بعد الزواج ما راح تقدر تجيب شيء، يعني اللي ما بلحق العروس كان هذه المفاهيم للأسف. نعم. هي اللي عملت لنا إيش ماله؟ عملت لنا الضغط نفسي. كن كلك الآن ما أنا وكال هذا الكلام، كل إنسان في الدنيا، أنا أتحدي كل زوج الآن بيتزوج، هل أنت الآن أول ما تزوجت كوضعك بيتك الآن زي اليوم؟ لا طبعا ولا مرة. نعم. الآن نفس القضية الآن بيتنا بيت أي واحد، فيش حدا في الدنيا بيحبش يكون بيته أحسن ما يكون أبدا، ولا بيحب يكون أولاده إما حد أحسن منهم ولا مرته أحسن منها حدا ولا لا. نعم. إنما الآن لكن ظروفي الآن هذا الواقع الموجود، ما بقدر أجيب أكثر من هيك. تقدر الآن في عندك الآن عروض بعض الأحيان على أثاث أو على أدوات كهربائية، كون كل لك هذول الآن ثلاجة غسالة كذا كذا الآن بمبلغ مثلا 2,000 و3,000 و4,000 شيكل، الآن بروح بدي يشتري ثلاجة لحالها ب4,000 شيكل لحالها. طب يا ابن الحلال أنت راسك وراس مرتك الآن شو بدك بثلاجة الآن 16 قدم و17 قدم و20 قدم، شو بدك فيها؟ تقدر تعيش أنت ومرتك بهاي الثلاجة اللي ممكن تقعد أنت وياها 10 سنين ولا لا؟ الآن وبعدين ربنا كبر عليك بيجي موديلات جديدة وأشياء جديدة، ساعتها بتغير بتبدل ولا لا؟ بتقدر الآن غرف نوم عندك موجودة، والله واحد تبع معرض وكل تشوف في عندنا غرف نوم الآن بتوصل حوالي 5,000 شيكل ممتازة مرتبة مثلا والله. لا. ممكن. وفي عندنا غرف نوم بتوصل والله كل 25,000 شيكل و30 و40,000 يا شيخ كمان. نعم. تخيل. نعم. طب الآن يا رجل الله أكبر بكل بتعرف كل عندي هذول إمات الفوق 20,000 هذول
وخاصة كنبيات وغرف الضيوف، قال لي والله بيمشن قبل مين قبل تبعات 5000. نعم. ليه؟ لأن مشكلتنا المصيبة العظمى البنوك. البنوك الآن اللي عيشت الناس، تعال خذ قرض اللي بدك إياه، أثث بيتك وبعدين خذ قرض. أيوة شيخ، يعني هذا سؤال يا شيخ، اللي بأخذ قرض وبتجوز بالقرض شو حكمه؟ والله الآن دير بالك، وأنا بقول شغلي، ربنا بقول إيش ماله؟ قال عن الربا، قال إيش إيه اللهم صل على سيدنا محمد، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله عز وجل لا يمكن لا يمكن لا يمكن خلي إنسان يتهنى في مال الربا. كل قرض الآن إنسان بأخذه عليه ربا والله راح يكون عليه وبال. أجاني واحد مرة قال لي شيخ أخذت 15,000 شيكل بدي أتزوج علشان عرسي، والله بكل وأنا في العرس صارت مشكلة طويلة عريضة، طلقت المرة بنفس اليوم، بكل 15,000 صار علي فوق أخرى 15,000 الآن ديوني، خسرت المرة وخسرت العرس وخسرت 15,000 اللي دفعت على العراس وتكاليف العرس، ودي أدفع الآن فوق أخرى 15 اللي هي إشماله المهر وتكاليف الأخرى. شوف، عشان هيك الآن أنا بقول والله حرام اللي بيبدأ حياته الآن بالحرام، حرام علينا الآن، نتق الله عز وجل. يروح الآن يغرق حاله بديون حرام، وروح الآن يأخذ ربا عشان إنه يتزوج، الآن هو قاعد بده يتزوج بالحرام. يتق الله عز وجل، لأنه هذا الكلام ما بدأ بالحرام فهو إلى النار والعياذ بالله. إذا قال ما نبت شيء بالحرام فمصيره إلى النار والعياذ بالله. عشان هيك الآن ضروري جدا لنتق الله عز وجل في بيوتنا في زواجنا. اتزوج على قدك، اختصر قد ما تقدر حتى تقدر تعيش بسعادة وهناء، وبعدين إيش ماله بعد ذلك يكن ما يكن، بعدين بينك بين مرتك كل واحد بعيش بسعادة. كمان شيخ يعني بقول لك والله عندك ناس مش حدو مشان يعرضوا عجكو اللي هي قصة المظاهر. بالضبط المظاهر. نعم. احنا شو الآن اللي هو قدت الآن زي ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لا يكون أحدكم إمعة. بس عشان ليش الناس عمل هيك؟ أنا بدي أعمل هيك. ليش أبو فلان عمل هيك؟ طب هاي فلان صاحبي عمل هيك وكذا وكذا كذا. أنت عارف شو ظرفه؟ وبينهم بيكذبوا، يكون يقول لك والله ولا إشي كلفني ولا إشي، بس يخش في هذا المضمار، وإذا بيطلع وإذا هو ماله غرقان في وضع لا يعلم إلا الله عز وجل. إحنا مشكلتنا المظاهر، وربنا قال وصدق عليهم إبليس وظنه. كل أفكار شيطان بصير يجيب له يقنعه بهذه الأفكار حتى إيش ماله ورطه. بعد ما يورطه قال كما قال الله كمثل الشيطان إذ قال إنسان يكفر، لما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. إذن أنت بصير إيش بعد ما يورط؟ يا بي شو اللي ورطني أنا الورطة أنا شو كذا؟ الآن اللي بعده بيعتبر وصاحبه بيعتبر، اعتبروش حتى جرب، وهي مشكلتنا. نعم. إحنا يعني كمان شيخ من اللي بيجيبونا ما شاء الله لسه في عرسان، بقول لك بعزموا ناس على العرس من هبة ودب عشان نقوط، وبالآخر كله عراسه دين، بدل الدين صار دين مرتين. نعم هذا الكلام صحيح، لأنه الآن شو بصير عنا؟ بيروح على لجنة الكهرباء وبيقول له أعطيني الآن إيش ماله أسماء تبعت الكهرباء أسماء البلد كلها. نعم. والله نعم. هيك معظمهم يبعت بصير على الحام والبرد. والله أقول لك بعض الناس إنه ودي لك مكتوب اسمك مش صحيح، يعني حافظ الاسم مش مزبوط. نعم. يعني مش عارف يكتب اسمك صح. وبعضهم بيقولوا للأسف الشديد جايب الآن كرت لأبوي، وأبوي ميت صار له 5 سنين جايبين حاطط له كرت حضرة السيد أبو فلان كذا كذا. قال له زي ما يدير معناته بتدل إنك أنت مش عارفني، أنت أبو فلان أبوي زمان ميت صار له الآن أكثر من 5 سنين. الآن بعض الناس للأسف الشديد كون كداش عزايمك بيجي للطباخ بكل اسمع كداش وزعت كروت، وبفكر بكل كداش وزعت الآن بكل 2000 كرت. طب شو بدك أنت الآن؟ عجلين يضرب بكلفين كذا كذا كذا، بتفاجئ إنه 2000 ما حضر منهم بس 300 ولا 400 واحد. عشان هيك بقول يا شباب يا شباب يا شباب بالله عليكم الآن الواحد يحط عقله في راسه مزبوط. اعزم الآن اصحابك الآن على مستوى 300 500 600 واحد الآن اللي انت ضامن 100% انهم الآن بجوك من قرايبك من جيرانك من اصحابك فقط لا غير. ما تبدأ الآن تأخذ شرق وغرب وتجيب الآن ابن رم الله وبن جنين وبن خليل جايبه انت عشان النقطة 50 شيكل. والله العظيم مشكلة هاي، والله احراج. نعم. وبعض الناس اليوم صار يحط على الفيس دعوة عامة. طب الآن انا بدي اجيك الآن في المقابل. بعض الناس انحرج لأنه حط دعوة عامة. شو عمل الآن بعض الناس؟ والله رحنا على عراس تتفاجأ إنك بتقعد هسا بيجي الغداء هسا بيجي العشاء. فش ليه؟ مش ملحقين
ليه؟ لأنه حسب حساب 500-600 أجوا الألفين، الآن أجوا تقريبا الألف. نعم. وين راحوا طب هذول؟ كيف بدك تساوي؟ وبعدين بعض الناس لأنه قاعد بأخذ وجبة ووجبتين وثلاث، واليوم بعض المناطق بيجي الناس على العراس، بعض الجيران اللي حول القاعات بيجي بأخذ الآن غدا للعيلة تبعتهم مثلا من مين عرس، بعينك الله حط له تهريب، هذول تهريب بتفاجئ كل هذا ماله. نعم. بيجيك آخر واحد أو مجموعة وفي ظل رز ما فيش رز، ظل لحمة فيش لحمة، شو بدك تسوي؟ فبيصير الآن في إحراجات في إحراجات. نعم. عشان هيك اعمل على كدك نصيحة، جيرانك اللي حواليك ضروري جدا، هذولا أساسيين، قرايبك الآن ضروري جدا موجودين، وأصحابك العزيزين عليك الآن هم هذولا فقط لغير، هيك بتختصر تكاليف أقل وبعدين ربحها أحسن صدق. يعني الآن أصحابك مش أقل من 100 و200 رح ينقطوك ولا لا، ومن قرائبك من اللي حواليك، بينما هدلاك الآن رح تتفاجأ أنت الآن عشرينات، واليوم للأسف صار يحطون مزور 20 مزورات و50 مزورات و200 مزورات للأسف الآن، وبعض الناس صار يحط له عذرا، وبعض الناس بيحط له فاتورة الآن الديون اللي عليه، أنا سامحني الديون علي كثير يعني كذا وهكذا، وللأسف وكمان غير المكاتب الفاضية، وكل هذا الكلام إيش نتائجه على مين؟ على هذا الإنسان. يعني يا شيخ كمان بيجي بحط 20 شيكل وبكون جايب معه 6-7 يكلوا بالضبط كمان. قصة لا ما هي المرة بتقول له مين اليوم في حدا عازمك؟ والله عازم بعينك الله، خذ الأولاد معك اليوم علي مشوار. نعم تاخذ بروح هو الغداء ب20 شيكل. طيب شيخ يعني منار جواب، يعني شوف في ناس واعيين عندنا في مجتمعنا وفي ناس يعني بتطاعد بتقول يا ريت الناس بس تطاعد وتفهم. والله يا ريت، يعني احنا دورنا ننصح، الآن ربنا قال فذكر إن نفعت الذكرى، إحنا دورنا الآن نذكر، الآن جزء هذا الموضوع انطرق أكثر من مرة ورد نذكر فيه كمان مرة على وعسى، بس في ناس والله تعتبر. نعم. وفي ناس بيقول الله يجزيك الخير، يعني فعلا كان كلام في الصميم وفعلا غير. تعرف إحدى النساء بتقول الآن بتنظف بعد الأعراس، يعني بعد العرس في القاعات بتنظف، بتقول والله يا شيخ تحملني بدي أسأل سؤال، بتقول يعني الآن لحم زاد رز زاد فوق الإشي الحد، والآن صاحب القاعة بقولنا الآن تحمل عرس كبه، طب الآن وين حرام نكبه ولا ما نكبوش؟ بقول كميات كبيرة جدا، بتقول إذا على مستوى مكسرات جايب الآن حضرته مكسرات على مستوى الآن أكثر من دلو، وهذا من الكبار مكسرات فاخرة، قال كبه تخيل. فشوف كديش انت الان هذه الامور قاعد الان بتعمل على وين انت من الله عز وجل، هذا تبذير هذا اسراف، لانه برضه هو عزم ما حدا اجى عمل ذبح وعمل عزائم وعمل ولائم، هذا تبطل على نعمة الله كمان ولا بالضبط. نعم. الان بقعد وزع على العالم احط الناس، والله واحد عمل كان اشي مؤلم جدا جدا جدا، الآن طناجر مليانة ما أجى بسبب ظروف، وأبصر شو صارت عند الناس ما حد أجى عليه، الآن أمر الطبخ من القاهر قال روح كبن في الود اللحم والرز، طب يا ابن الحلال وزع على الناس المحتاجة. نعم. ونوزع على الفقراء، في ناس الآن أقول لك على الجيران الآن أي واحد خذ وزعه يا ريت، وهذا الكلام بشوفه بعض الناس ممكن يزيد عندهم جرة لحم وزعها الآن. نعم. فيش حد بيقدر يقول لك. نعم. لا، وبعدين طبيخ العرس دائما كل الناس بتخلي بتوفر بتخلي لأنه بيقول لك بيطلع زاكي. نعم. سبحان الله بحطه بالثلاجات بقناني مثلا اللبن ولا غيره. نعم. إيه إحنا ضرورة جدا، لأنه هذه أمانة أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل. نعم. شيخ عشان نختم برنامجنا بس بدي أحكي آخر شيء، يا شيخ لما تكون خاطب وخطيبتك تقعد تحكي لك بدي المطبخ إيطالي والحمام تركي والبلاط فرنسي، طب مش هاي لازم نطلقها؟ يعني بدها تستر حالها ولا بدها تتأمر عليها؟ سوي كل ساعتها بدي مرة إيطالية بدي مرة تركية بدي مرة إيطالية ساعتها يعني برضو أيضا الخطيبة من الممكن أنا إنها بدها تجاري زميلاتها أو صاحباتها، فبالتالي هذا دمار عليها وعليه في النهاية. والله إحنا كلنا ضروري جدا التعاون بين الخطيبة وخطيبها وكمان الأهل وأهل، أقعد الأبو مع أهل جماعتها حتى يقدروا إيش ماله إن يقدر نضبط الموضوع ونحط النقاط على الحروف ونختصر، عند ذلك بإذن الله عز وجل والله بنعيش في عرس بسعادة ومحبة، والكل بكون فرحان ومبسوط على البساطة، بتلاقي كل الأمور فيها سعادة وفيها سرور بإذن الله عز وجل. أشكرك أبو الأرقم إمامة النصر على هذه الكلمات، وإن شاء الله إنه فعلا هي كلمات قصيرة بسيطة يعني بسيطة جدا لكل المشاهدين المتابعونا
المقبلين على الزواج من كلهم كل مبارك سلف، ولكن يعني نتأمل من خلال كلام الشيخ أنه نتعظ فعلا ونفهم ونتفهم أمورنا وأوضاعنا، كمان ظروفنا استثنائية غير عن ذاك الشعوب كمان أيضا، يا ريت نتعظ ونفهم بهذه الأمور ونقلل من هذه الصور المكيتة اللي بنشاهدها يوميا. كل الشكر لك أبو الأرقام، وإن شاء الله راح تكون معنا في ضيافات أخرى. يعني كل الشكر والتقدير لكل مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا اللي كانوا معنا مباشرة على البث في طلة فجر على مدار ساعة ونصف. كل الصباحات الجميلة نتمنى لكم والخير دائما. أشكر كل الرعاة لهذا البرنامج، أبو حسيب للذهب والمجوهرات، جاتو وقاعات سان موريس، بنك فلسطين، شاورلاند، المعرض الصيني 2. أشكر زملائي اللي كان معي برفقتي في هذه الطلة في الهدف